بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. هنكمل دلوقتي مع بعض شرح البلاطة with opening. احنا زي ما احنا شفنا قبل كده احنا دخلنا الاحمال ودخلنا احمال اللايف لود واحمال الديد لود، وعرفنا حالة التحميل اللي عندنا وخصصنا حالة التحميل اللي هي الالتيميت، واضفنا الحالتين على بعض وظبطنا الفاكتور. هنخش دلوقتي على خطوة بعدها اللي هي خطوة الاناليسيس. زي ما احنا عارفين نخش من قائمة اناليسيس وكالكوليشن، برنامج بيحل البلاطة. استنى لما يخلص حل. وهنشوف الكلام ده في الحلقة الخاصة بالريزلت أو النتائج.